السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج آپ کو سورہ مزمل کا تیسرا لیسن اور 29 پارے کا 29 لیسن آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں. اس سے پہلے میں بہت سی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے نسما نون زیر سین نس سین زبر سا نسا میم زبر الف مد ما نسما منفطرم منفطر دو پیش میم روم منفطرم بی کان وعدہ واو زبر عین وعد دار پیش دو وعدہ مفعولا مف عین پیش واو لام زبر الف لا مفعولا نسما منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. پھر پڑھ لیں یہاں سے. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم لام زبر عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. پھر یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.